التونسي وحكاياته. التونسي وحكاياته. بالنسبة للجاري ثم جيران باغيين نتبدلوا نعملوا كل شيء يطل عليه ونطل عليه ويتفاخرني ونتفقدوا. أي مازالت الرحمة. احنا بالنسبة لي نحن في زغوان كنا نرحموا بعضنا ونبدأ مع كل جيراننا وكنا بالقديلة بس علينا كنا مع بعضنا فرد لحمة. ديما احنا في رمضان ديما نتلموا في رمضان في سهريات ونمشوا معناتها البلايص اللي فيها معناتها نبدأ جيران مع بعضنا وكل شيء. تتبادل الماكلة ونتعشى واحدة بعضنا وكل شيء حتى في ما غير رمضان. ما غير رمضان زادة كيف كيف نفطر مع بعضنا ونشربوا تاي مع بعضنا قهوة العربي في العشية وخبز مبسس وكعك الورق ونبدأ مناسبين وشيخين. بيناتنا الجيران نقفوا مع بعضنا نزلوا الماكلة لبعضنا نعاونوا بعضنا. فما معناها سيرة رحمة بين الجار وجار فهمتني في المناسبات في العياد تصير مشكلة هكاية فهمتني كي معناها يلقاو بعضهم فهمتني مقليل معاش موجودة برشا ما في كيما كيف البلاد العربي فهمتني بالنسبة للوطة لنا خاطر معناها لحمة واحدة ويعرفوا بعضهم الكل أحياء شعبية بالنسبة للكونتاكت بتاع سيرة الرحم يصير ما بين العباد في الأحياء الشعبية أما بالنسبة للمدن المدن اللي كل واحد يسكن باب داره كل فلان في نوار. أنت على شنو تحكي؟ على سيرة الرحم هذه سافي لونتون سيرة الرحم مشات على روحها توا كل إنسان توا الماديات هي اللي تغات على كل شيء توا ينظروا لك أنت شنو عندك كانك تسوى توا تولي سي كانك ما تسواش كيف الريح التونسي وحكاياته.